مساء الخير على حضراتكم، بنرحب بيكم ويوم جديد من الطريق الاتحادية ومتابعة لأهم الأخبار بشكل عام. مساء الخير يا معتز. ايه ده، البرنامج ابتدى؟ اه انا مش شخص، انا بشوف النضارة شكلها شيك بس انا مش شايف حاجة. هشاش هيطلع احلى كلام بيها. اهلا وسهلا. طيب عندنا سؤال فيسبوك بوك. اه اوكي. انت عارف يا معتز ان انت بتلخبطني، يعني انت اعلامي ولا اراضي خلق الله كده؟ عارف لخبط الدنيا ده شغلتي في الحياه، كلهم بيقولوا عليا كده، حتى في البيت بتردوا لي كده. لا لا نشتغل بجد بقى. طيب السؤال طيب. حلقتنا النهارده ليه علاقه بالتحديات اللي بنتعامل معاها بشكل يومي. احنا عايزين شغل وعايزين تنميه وفي مشاكل كتيره في عموم البلد وفي شغل بيحصل وبيتحقق، لكن طبعا احنا محتاجين اكتر واكتر باذن الله. فبنسال حضراتكم، شايفين ايه هي المحافظه الاولى باهتمام الرئيس القادم؟ وياريت كمان تقولوا لنا ليه، وهننتظر مشاركاتكم وارائكم معانا وهنعرضها في الجزء الاخير من حلقتنا ان شاء الله. غالبا كل واحد اختار محافظته، هيقول محافظته. اه بس في نفس الوقت احنا موافقين، يعني دي ما عنديش، بس ليه؟ يعني هو السر في انك تقولي ليه. ليه محافظه البحيره؟ ليه محافظه دمياط؟ ليه محافظه سوهاج؟ في النهايه احنا السبب هو المفتاح، هو الجائزه بتاعتنا يعني. طيب نبتدي بقى متابعتنا لاخبارنا النهارده. عندنا اخبار كتيره ومتنوعه الحقيقه، يمكن حلقتنا معظمها هتكون يعني متركزه اكتر على الجانب الاخباري. نشاط الرئيس، نشاط مجلس الوزراء، عدد من المشاكل والمتابعات اللي هنقولها مع حضراتكم. بدايتنا هتكون من نشاط الرئاسه، والرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده استقبل وزير شؤون الرئاسه بجنوب السودان، وهو كمان المبعوث الشخصي للرئيس سلفا كير اللي استلم رساله خاصه منه. واكد الرئيس خلال اللقاء ان القاهره حريصه على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان، وإن مصر هتواصل مساعيها في تعزيز أطر التعاون مع دولة الجنوب وتقديم المساعدات والدعم الفني، وده يساهم في دفع عملية التنمية. كمان الرئيس النهاردة استكمالا لنشاط الرئاسة استقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثاني اللي بتنظمه المحكمة الدستورية المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. ده بالنسبة للمحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. الرئيس من خلال اللقاء أكد أن مصر حريصة على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وإزاي يتم التأكيد على التعاون وتبادل الخبرات ما بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري. خليني أقول لك حاجة على ليه المحاكم الدستورية دي مهمة. أنت عارفة دايما في الناس بتوع السياسة كده يقول لك إيه، بس السلطة القضائية بتبدو من بعيد هي أضعف السلطات. ليه؟ لا عندها دبابات ولا صواريخ ولا يعني عارفه ما عندهمش شرطه، هو لازم في الاخر يرجع للسلطه التنفيذيه علشان ينفذ، ويرجع للسلطه القضائيه عشان يعرف ايه القوانين. عدم قوه القانون. ايوه هي بقى دي النقطه، هو ده اللي بيخلي اشكال. لما نيجي نقول ايه هو ايه الفرق ما بين انتخابات تحصل في دوله متقدمه مثلا انتخابات تحصل في دوله متخلفه. في دوله متخلفه لو حصل نزاع يقتلوا بعض في الشارع، يعني مع الاسف ان انا بدي المثل ده بس ده حقيقي. الصومال هو ايه اللي بيحصل في الصومال؟ مفيش محكمه، مفيش حكم قانون، مش مفيش محكمه دستوريه عليه، بس اصلا مفيش مؤسسات بتلتزم بالقانون. فيترتب عليه كده ايه؟ انه الحل الوحيد ان احنا نقتل بعض، واللي ينتصر في المعركه دي اللي اسمها الحرب الاهليه هو اللي يفرض شروطه كامله على الطرف الاخر. ودي بقى مساله ممكن تاخد سنين وعقود ويفضلوا يعني الصومال دي من سنه 91 لغايه النهارده بيحاربوا بعض، يعني الراجل اسمه سياد بري مشي كل القبائل بقى واقعين في بعض. تعالي بقى في المقابل مثلا الراجل الجور وجورج دبليو بوش في امريكا في انتخابات 2000، انتخابات امريكا لكن في الاخر خالص ايه اللي حصل؟ جم كان المشكله عد الاصوات في فلوريدا، راحوا للمحكمه العليا في فلوريدا فصلت. بالمناسبه الجمهوريين طلعوا مبسوطين والديمقراطيين طلعوا مش مبسوطين، راحوا رايحين للمحكمه العليا اللي في واشنطن دي سي اللي هي الاعلى يعني تعادل يعني المحكمه الدستوريه العليا عندنا، فصلت في القضيه، حسمت القضيه. مش احنا بنقول دايما لما نكون عايزين نبقى دوله محترمه ودوله ليها يعني تجربه ديمقراطيه صحيحه، تبقى دوله مؤسسات نحترم القانون وارساء دوله القانون والاحتكام للقانون لو يعني حصل اي اشكاليه لا قدر الله، وتنفيذ كمان الاحكام، ودي نقطه برضو مهمه عايزين نتكلم فيها وناكد عليها. والحقيقه برضو مصر دوله عريقه في قضائها، يعني فقصه انه وانت من يومين كنت بتتكلم عن القاره الافريقيه ومصر وليها ريادتها وحضورها طبعا. فحاجه زي كده بالتاكيد مهمه. كمان خلونا نروح واحنا بنشوف بقى اللي بيحصل على الارض واللي بيحصل في بالنسبه لقواتنا المسلحه والعمليه الشامله في سيناء. كمان قواتنا البحريه بتنفذ مهام لتامين الاهداف الحيويه والاستراتيجيه، والكلام ده في عمق المياه الاقتصاديه على امتداد المسرح البحري وبطول حوالي 1200
200 ميل بحري، ده لحماية وتأمين الوطن تزامنا مع العملية الشاملة سيناء 2018. القوات البحرية بتأمن مساحات كبيرة من البحر باستخدام كل الإمكانيات من الوحدات البحرية الحديثة اللي ليها قدرات قتالية عالية، بنتكلم على فرقاطات، غواصات، لانشات حاملة للصواريخ، بالإضافة لعناصر الوحدات الخاصة البحرية. في كمان واضح طبعا ان في نشاط مكثف وقوي للقوات البحريه طبعاً. ودي رساله واحنا بنتكلم على عمق المياه الاقتصاديه وتامين الحدود وما الى اخره، ففي تدريب بحري مشترك بدا النهارده تحت عنوان او مسمى كليوباترا 2018. التدريب ده بتنفذه وحدات من القوات البحريه المصريه والفرنسيه، ده في اطار خطه تدريبات مشتركه ما بين القوات المسلحه للبلدين. ليه بيحصل تدريبات ما بين جيش زي جيش مصر وجيش امريكا مثلا ولا فرنسا ولا كده؟ في حضراتكم مباريات الوديه؟ هما بيتدربوا على ايه؟ هو دلوقتي بيتدرب يقول لك ايه؟ طب ماذا لو حدث اعتداء على السواحل المصريه؟ مصر تعمل ايه؟ فاهم حضرتك؟ طب فرنسا تعمل ايه لو حصل اعتداء على السواحل الفرنسيه؟ فبيتدرب على خطه الدفاع عن السواحل بتاعته، ماذا لو حصل اعتداء على حقل بترول؟ حقل غاز. طب مصر تعمل ايه؟ طب فرنسا تعمل ايه؟ فاحنا هنا بنتبادل الخبرات، احنا اتعلمنا كذا، انتم اتعلمتم كذا، الى اخره. ففي كل الاحوال التدريبات ديت في منتهى الاهميه، وانا اعتقد انه يعني إن اكيد اللي دخل الجيش، انا دخلت الجيش يعني مدرك يعني ايه انك انت تستعد للمعركه. ما هو انت لو اللي هيريح طول فتره خدمته لو جت مع حرب هيموت فيها. بس الكلام ده كان متوقف لفترات طويله معتز، المناورات والتدريبات المشتركه والكلام ده كله، فانه يحصل وبكثافه يعني كل فتره احنا بنشوف تدريبات ومناورات بتتم مع دول عربيه صديقه، مع دول اوروبيه، وده معناه انه مش بس بتكلم على تدريبات عسكريه، لكن ده ينعكس طبعا انت فهمت القصه اكتر انه في تنسيق سياسي واضح وفي تحالف مهم، فبالتالي الناس بتنقل خبراتها في المجال العسكري بناء على ان في مواقف سياسيه متفق عليها. يعني بصي مش هيعمل معاك مناورات مشتركه سواء حربيه ولا جويه ولا بريه الا حليف ليك. ايوه يعني في الاخر خالص عمر ما اتنين اعداء هينقلوا خبرات لبعض. فانت دوله زي فرنسا بتقول لك انا بعت لك طيارات وبعت لك فرقاطه ومش عارف بعت لك حاملات طائرات، انا لازم اتاكد ان انت مش بس عندك ازاي تشغلهم، لا ازاي توصل لمرحله في استخدامهم كانك فرنسا، يعني كانه الجندي المصري، كانه الضابط المصري، كانه هو اللي عملها. هنا بقى ترجمه كلام، عارف اقصد تدريب على امور. طب نعمل ايه؟ طب ايه اسرع حاجه نعملها بدل ما احنا نعمل حاجه بطريقتنا هو ممكن يوري لنا الى اخره. وبالمناسبه اللي انا يعني بفهمه من الحاجات اللي زي كده انه بيكون في خبرات متبادله بالفعل، يعني مصر كمان الجيش المصري بينقل لهم خبرته، احنا عملنا كذا كذا وطلع كذا، فاقصد في الاخر خالص هو بالنسبه له مش جاي يعلمنا، لا هو كمان جاي يستفيد مننا، احنا عندنا ظروف مختلفه عنه، عندنا نوعيه تهديدات مختلفه عنه، طبيعه شواطئنا غير شواطئه، فهو في النهايه لازم يكون في مصلحه مشتركه. طبعا يعني مش حاجه بتحصل بلا مقابل يعني. كده. طيب خلونا نرجع نتابع بقيه اخبارنا مع حضراتكم ونشوف مجلس الوزراء النهارده، لان النهارده كان في اجتماع اسبوعي وتم الموافقه فيه على طيب احنا يعني بس احنا بس لسه معانا الصور بس فما يعني تمام مجلس الوزراء هنقول من تاني وتم الموافقه على عدد من القرارات وتم بحث عدد من القضايا المهمه النهارده في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء. منها الاول تم الموافقه على منحه كوريه قيمتها حوالي 5.8 مليون دولار للمساهمه في تنفيذ مشروع انشاء الكليه المصريه الكوريه للتكنولوجيا، ودي هتكون في بني سويف ان شاء الله. كمان تم الموافقه على منحه فرنسيه بقيمه 500 ألف يورو لتطوير النقل الحضري في مصر. كمان تم الموافقة على مشروع قانون لتوصيل الغاز الطبيعي للمحافظات. نفهم تفاصيل أكثر من معالي السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا معالي السفير. أهلا، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك معالي السفير، إدينا تفاصيل بس وشرح أكثر بخصوص القرارات أو أهم المواضيع اللي تم مناقشتها النهاردة في الاجتماع. نبدأ بال يعني المشروع الأول اللي حضرتك أشرتي ليه بشأن التعاون مع حكومة كوريا من خلال منحة قدرها 5.830 مليون دولار للمساهمة في مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف. الحقيقة ده بيصب في توجه الحكومة بالاهتمام بمنطقة الصعيد. احنا يمكن ذكرنا قبل كده ان في اهتمام وتوجه حكومي خاص لمنطقة تنمية الصعيد باعتبارها منطقة لم تحظى باهتمام كاف في فترات سابقة. وطبعا احنا بنحب نضيف انه منطقه الصعيد تحتاج ان يكون في صناعات جديده، يكون في يعني وسائل علميه وتدريب على
يعني مجالات علمية جديدة. ده الهدف من إنشاء كلية مصرية للتكنولوجيا، وإن يكون مقرها في بني سويف، بحيث إنه بنحقق هدف تزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة، وإن يكون في برامج أكاديمية وبرامج تحسين مهارات للطلبة تساهم بشكل جاد وبشكل عملي في الصناعة وتنمية منطقة تشايد. تمام. طبعا دي يعني كلية هتبقى إن شاء الله يعني تتوافق مع معايير عالمية للشهادات الأكاديمية. ده تم الاتفاق، البداية هتكون إمتى يا فندم؟ إن شاء الله قريب، يعني مع بالتعاون مع كل وزارة التعليم العالي، ولكن احنا هنا يعني اليوم تم الموافقة على أول نقطة، وهي أول خطوة، وهي الخطابات المتبادلة اللي هي البداية العملية للتطبيق الفعلي. طيب، في كمان موضوع متعلق بتطوير النقل الحضري في مصر، ده معناه إيه؟ ده الحقيقة مرتبط يعني ده مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التعاون لأجل التطوير وتحسين النقل الحضري في الدول الحضري في الدول النامية. ده مشروع تعاون فني بيهدف إلى أنه يتم نقل المعرفة في مجال النقل الحضري. حضرتك تعلمي أنه إحنا في مصر عندنا يمكن مشاكل في وسائل النقل بشكل عام، وفي التنسيق وفي تنظيم النقل سواء داخل المدن أو ما بين المدن. وده مشروع بيعطينا فرصة ان احنا ناخد خبرات اجنبية وناخد مساعدة من الدول الاجنبية، بحيث انه يكون في تطوير لهذا الملف. هو لا يعني بالدرجة الاولى ان احنا مثلا نشتري وسائل نقل، ولكن نوع من التنظيم ونوع من الاستفادة من خبرات الجانب الفرنسي في هذا الملف، بحيث انه التخطيط للنقل الحضري يفيد التغلب على مشاكل المرور، تحت خدمات أفضل للمواطنين، أن يكون في نوع من يعني إعادة هيكلة هذا الملف أو إعادة تناوله بشكل علمي وبشكل دقيق. طب كمان معالي السفير، توصيل الغاز الطبيعي للمحافظات، يعني بنتكلم على إيه المستهدف وإيه الآلية اللي هيتم العمل بيها في الموضوع ده؟ الحقيقة ان احنا يعني في تارجت انه يتم توصيل الغاز للمنازل حسب توجيهات السيد الرئيس وتوجيهات السيد رئيس الوزراء، انه لازم يكون في يعني الانتهاء من برنامج الخاص بتوزيل الغاز للمنازل حسب الخطة الموضوعة. وعشان كده بيكون في دايما نوع من التسهيل والدعم للشركات العاملة في هذا المجال، بحيث ان نمكنها من إدارة هذا الملف بالشكل الجيد وتحقيق الهدف. اللي تم اليوم هو يعني الشركات التي تعمل تحت مظلة الهيئة المصرية لعمل البترول اللي بتقوم بتنفيذ مشروعات امداد وتوصيل الغاز الطبيعي، مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض احكام القانون 219 لسنه 1980، بحيث انه يضم ايضا شركات قطاع الاعمال الى قائمه الشركات القائمه على اداره نشاط الغاز، سواء بشكل مباشر او من الناحيه الاشرافيه، عشان يكون في سرعه وانجاز اكبر. يعني بالضبط، عشان يكون في نوع من الاسراع في المعدلات التنفيذ وتسهيل للشركات القادمة. بنشكرك شكرا جزيلا معالي السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا لحضرتك يا فندم. على فكرة عايز أقول حاجة مهمة، عشان بعض الناس بتقول لك إن الدولة ما بتهتمش بالقطاع الخاص والكلام ده. آخر تعليق معالي السفير أشرف سلطان قال لك شركات قطاع الأعمال العام، إحنا بنساعد كل من يستطيع إنه يساعد سواء قطاع حكومي أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص إنه يوصل الغاز للبيوت وبالذات في المحافظات. فعايز أقول إنه هنا بنشغل الكل، يعني بس عشان تبقى الرسالة واضحة، إنه يعني كله جاي، كله هيستفيد وكله هيساهم. انما احيانا بتكون يعني برضه اقول لك حاجه، لو انت ما عندكيش غاز اصلا، طب انت هتدي ازاي قطاع الخاص؟ تقول قطاع الخاص وصل الغاز للبيوت، ما هو اصلا مفيش غاز، فبقى في غاز فدلوقتي بنوصله للبيوت. فبرضه يعني الامور بتبدو منطقيه، يعني مش تعسف ولا حاجه. تمام. محكمه جنايات جنوب القاهره النهارده
أصدرت قرارا بإدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية و15 آخرين في قائمة أو في قوائم الإرهاب بناء على مذكرة مقدمة بهذا الشأن من النائب العام. طبعا يعني إحنا هنا بنقول البعض يعني وين هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وربما بعض الناس اللي معاه يعني يتواجد في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ ليقول الكلام الخطأ، يعني يفعل رقم كده يعني في توقيت خطأ في مكان خطأ عبر قناة خطأ وبيقول الكلام الخطأ يعني. ففي النهاية مع الأسف الشديد الواحد بيتساءل طب هو احنا ليه اخوانا مش عايزين يعني نقتنع بانه في مرحلة جديدة وانه الحكم صفر على الماضي وبنبدأ ماتش جديد خالص بقواعد جديدة خالص، يعني اللي يقدر انه يساهم فيها يساهم، لكن مش هيكون يعني منطقنا هو مين اللي يخرق المركب اكتر. البلد يعني بتدور على اللي يبني واللي يعمر واللي يقودها في سكة الامان مش اللي يردها لورا ويخلينا نطرح اسئلة الماضي اللي لا هيبقى ليها اجابة ومش هتعمل حاجة غيرنا تعطر يعني ما فيش حد هيغير الطريق خلاص. البلد عارفة يا راحة فين، احنا كنا رايحين ناحية الشلالات ربنا اكرمنا وبعدنا وبنبعد اكتر واكتر ورايحين في المنطقة الامنة وبنبني بلدنا، يعني ما فيش اي معنى اي كلام في الماضي او تشكيك في المؤسسات او في القياده. اللي عايز ينزل الانتخابات يتفضل ينزل، اللي عايز يصوت في الانتخابات يتفضل يدي، اللي مش عايز يروح ما يروحش، لكن في النهايه ما حدش هيفرض رايه على جموع الناس. دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده النهارده اعلن انه من المقرر تطبيق الزياده الجديده في اسعار الكهرباء في يوليو اللي جاي، وده طبقا للخطه الموضوع ما لم يستجد جديد. والوزير قال كمان في كلمته، كان الكلام ده قدام اعضاء الغرفه الامريكيه للتجاره بالقاهره، قال ان دعم الطاقه هيوصل لصفر في العام المالي 2020-2021 بعد ما كان من المفترض انه ننهي الدعم في 2019. واتكلم كمان على ان مضاعفه الطاقه الكهربائيه المولده في 3 سنين اللي فاتوا عمل غير مسبوق في العالم. أنا معايا دلوقتي على التليفون دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير دكتور أيمن. مساء النور يا فندم لحضرتك، مساء النور لمعتز بيه ومشاهدي الكرام يا فندم. يا أهلا وسهلا، النور والكهرباء هيغلوا علينا إمتى وإزاي؟ اخترت التعبير المناسب لهذه المدخلة. مساء النور بيغلوا الناس هتطفي النور. لا قولي لنا بجد، وما لم يستجد جديد دي معناها ايه؟ يعني في ميعاد ولا ما فيش وهيحصل ايه؟ لا احنا على اول حاجه ان معالي الوزير مهتم جدا يكون في شفافيه ويكون في وضوح لكل الاجراءات اللي بتتم. تمام. يعني بالعكس ده هو يعني بيتطلع كده دايما ان هو يعني موضوع الاسعار دوت يكون في نوع من تقدير للاعباء اللي على المواطنين، وعشان كده لما كان مخطط من سنة 2014 على مدار 5 سنوات يتم تحريك الأسعار علشان نقدر نلبي الاحتياجات اللي موجودة عشان ما نمرش يعني بالإصدام اللي كان موجود عندنا. كان المفروض 2019 تكون خلاص انتهت اللي هي ايه الفترة اللي هي بتاعت تحريك الأسعار ديت برفع، وده مهم جدا ان احنا بنرفع الدعم من على كاهل الدولة عشان الدعم ده يقدر يوجه لنقاط تانية أو تنمية أخرى، إلى أن هيظل هناك دعم بنسميه دعم تبادلي، يعني بمعنى تاني أن يكون كثيف الاستخدام الطاقة هيتم رفع الأسعار عنهم قليلا بحيث أن هو دوت يدعم اللي هو محدودي ومتوسط الدخل. طب محدودي متوسط الدخل هيفضل ليهم دعم ولا زي ما فهمنا كده أنه هيبقى تبادلي. صفر بعد كده الدعم؟ لا دعم التبادلي اللي ما بين الشرايح بعضها هي كثيف الاستخدام وقليل الاستخدام، انما من على كاهل الدوله هيتم رفعه من على كاهل الدوله بحيث ان هو ان الدعم او القيمه ديت المليارات ديت. انا عايز اقول لحضرتك رقم، احنا دلوقتي الدعم الموجه للكهرباء حوالي 52 مليار جنيه. لا قول الرقم تاني يا دكتور. 52 مليار جنيه. 52 ماشي. طبعا ده كان السنه اللي فاتت. لو هو طبقا للخطه اللي كانت موضوعه في 2014 وان احنا خلاص كنا انهينا المعضله دي، ولكن طبعا نتيجه التغيرات الاقتصاديه اللي حصلت وظل طبعا الاقتصاد اللي بيتعافى زي ما معتز بيه قال ان احنا في مركب واحده بنحاول ان احنا نوازن الموضوع كله، فعشان كده مدينا اضفنا كمان 3 سنوات حتى 2022 والتحريك فيها بمراعاة البعدين المهمين. أول حاجة إننا نلبي الاحتياجات الموجودة
للتنميه، مفيش تنميه غير كهرباء، مفيش كهرباء مفيش تنميه غير نور. دكتور ايمن، طب قول لي علشان المواطن اللي سمعنا دلوقتي، احنا كده هنرفع يعني 2020 او 2022 لا انا بتكلم هيبقى في زياده على مرتين، ولا الزياده اللي جايه هي مره واحده وبعدين يبقى مفيش دعم كده خالص، الا زي ما حضرتك قلت فهمتنا كده دعم تبادلي يعني هيزودوا علينا مرتين ولا مره؟ لا هو المفروض لغايه 2022 ان شاء الله. لان لغايه 2022 دوت يكون تم رفع زي ما قلنا الدعم على كيان الدوله، ولكن يظل في دعم تبادلي. تمام. من ضمن يعني الحته اللي حضرتك سالت عليها في الاول ما لم يجد جديد ديت، ان من ضمن المفردات اللي بيتم حساب قيمه التكلفه بتاعه الكهرباء هي سعر الصرف. سعر الصرف الخاص بالدولار. كويس؟ طيب. فاحنا بنحسبه او بيتم حسابه بناء على قيمه معينه، السنه اللي فاتت يعني كان تم حسابه على قيمه ان الدولار بحوالي 18 جنيه. كويس؟ طيب. وفي حين ان هو كان في السنه اللي قبلها كان بيتحسب على 8 جنيه، فالفارق الكبير دوت لان احنا بنحاسب الوقود بسعر الدولار، المهمات والانشاءات بسعر الدولار، الصيانات والمعدات بسعر الدولار، كل الحاجات ديت بيخش فيها سعر الصرف. لا لو تحرك سعر الصرف بالسلب، والوزير قالها في المؤتمر اللي قبل كده، لو نزل سعر الدولار قدام الجنيه هيحصل، وبالتالي يبقى التحريك يبقى مش يعني مش بالقدر الكبير، هيقل. كويس؟ فبالتالي المفردات ديت يمكن ان شاء الله مع الوزير في المؤتمر القادم باذن الله هيوضح الكلام ده بصدق، وتبقى ويوضح كمان نسبه الزياده هتبقى قد ايه؟ ولا متفقين عليها دلوقتي؟ مع اكيد دي خطه واحنا عايزين نرفع الدعم بشكل نهائي، فنفهم الجاي ده هيبقى قد ايه نسبته يعني. لا ان شاء الله باذن الله. هو زي ما قلت لحضرتك، هو معالي الوزير بيحب دايما ان هو يبقى الموضوع فيه شفافيه. طيب. في وضوح. يعني ويمكن احنا من يعني البدايات خالص من 2014 كان الموضوع واضح يا جماعه، ان على مدار 5 سنوات في شهر 7 من كل عام لابد من تحريك الاسعار عشان اقدر البي الاحتياجات الموجوده. قلت لنا بس كل ما بيحصل القرار او بدايه يعني الاعلان عن ان في زياده يبقى الواحد كانه يعني لسه برضه مش مستوعب قوي برغم ان احنا عارفين. ايوه. هو بص حضرتك، المشكله في حاجه كمان، في اقاويل وشائعات بتبدا تلعب في النص، ان هو ايه، لا ده الكهرباء زادت من غير ما تقول للناس. لا ده الاسعار زادت من غير ما تقول للناس. لا حضرتك دلوقتي بتاكد انه في شفافيه ومع الزياده هنعلن وفي مؤتمر صحفي هنتكلم فيه عن كل حاجه وبالشرايح ونسبه الزياده وكل الكلام. شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه متحدث باسم وزاره الكهرباء. شفت الدعم التبادلي ده؟ يعني ياخدوا من الاغنياء اللي زي كده يدوا الفقراء زي. قال صفوت مسلم رئيس مجلس اداره الشركه القابضه لمصر للطيران ان الشركه في انتظار انهاء بعض الاجراءات الخاصه بتشغيل رحلاتها بين القاهره ومصر. تعرف احنا اتكلمنا في الموضوع ده كم مره؟ كتير. انا يعني انا اتكلمت في الموضوع ده بسبب عرفتك واستئناف وقفت الوقفه دي وقبل والله بنتكلم ان عندي وعندك القاهره ومصر. طب يعني في الاخر خالص انا بصراحه الطياره جايه امتى؟ انا عايز اشوف الطياره. الطياره جايه امتى؟ طب بنسال في معانا التليفون؟ معانا تليفون ولا ايه؟ لا ما خلاص يبقى بص حضراتكم احنا نقول الخبر احنا كل لما نشوف الطياره. ربنا يكرمنا قالوا لنا حاجه لها علاقه بالطياره الروسيه ديت اللي جايه، احنا نفضل كده نحتفل كل يوم لغايه ما تيجي باذن الله ونصورها شخصيا ونتصور تحتها. لا هتيجي ان شاء الله. والله يعني في بروتوكول وفي اتفاقيه. طيب. والمطار استعد وتم الاعلان هناك في موسكو، اعلنوا وطلعوا جدول كده زمني وقالوا يوم كذا وكذا تقريبا حد وثلاث وخميس والساعه كذا والساعه كذا وثلاث رحلات اسبوعيا، فهم قالوا فاحنا مستنيها تيجي. انا هروح المطار اتصور مع الطياره. انت روح موسكو تعالى من هناك، من موسكو تعالى هنا تعالى بنفس الطياره عشان تتاكد ما تروحش كده ولا كده. يلا. شبكه بلومبرج الاقتصاديه الامريكيه اعلنت او يعني اعلنت توقعها انه هيكون في تحسن في اداء الاقتصاد المصري وتحديدا في البورصه بعد قرار مصر بدء خفض نسبه الفايده. دول حضراتكم نسبه الفايده يعني ايه؟ يعني انت هتفكر مرتين قبل ما تحط فلوسك في البنك، لان انت ممكن تقول لك طب انا هعمل بيها حاجه ثانيه. لو انا حاطط لك نسبه فايده عاليه قوي البنك خلاص حط في البنك ما تفكرش ولا استثمر ولا اشغل. انما دلوقتي يقول لك لا ده احنا كده ممكن ده يكون ليه انعكاس ايجابي مش بس على البورصه، ده كمان على الاستثمار بصفه عامة. احنا معانا الدكتور هشام ابراهيم خبير الاقتصادي واستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام مساء الخير. مساء الخير دكتور معتز. مساء الخير استاذ علوم. اهلا وسهلا بحضرتك. طب بلومبرج بقى بتقول ايه عشان احنا مش فاهمين قوي؟ طب خلينا بس انه في انه بلومبرج الحقيقه وخلال عام 2017 اصدرت عدد كبير من التقارير اللي اشادت فيه بتطور الوضع الاقتصادي المصري، مثلها مثل
باقي المؤسسات الاقتصادية الأخرى زي رويترز أو الإيكونومست. الحقيقة التطور هو اللي الحقيقة جاء على أثر قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بتغير الاتجاه العام لأسعار الفائدة خلال أو للمرة الأولى، إنه لو المرة بنبتدي نغير الاتجاه العام الاستمرار معانا منذ تحييد سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وهو كان اتجاه تصاعدي، البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية غيرت هذا الاتجاه وبدأت في التخفيض لأسعار الفائدة. أتصور إنه الأمر اللي هيستمر معانا خلال عام 2018 ده معناه إيه؟ معناه انه كل ما هنخفض اسعار الفايده اللي هو بياتي تزامنا مع انخفاض معدل التضخم اللي هي انخفض بشده نزولا من مستوى 35% وصولا ل 17% على مؤشر جهاز التعبئه والاحصاء. هقطع حضرتك لحظه دكتور هشام، يعني ال- 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 السبب او المبرر وراء رفع سعر الفايده احنا حققنا الهدف منه، يعني احنا رفعناه عشان خاطر غرض وحاجه ليها علاقه بالتضخم واشياء اخرى، نقول لك الفلوس والسيوله اللي في البلد وما الى اخره، كده خلاص استنفذنا الغرض او الهدف من هذا القرار؟ بالتاكيد، بس خلينا نوضح على انه الحقيقه دوما مع برامج الاصلاح الاقتصادي عاده الدول بتفيد في سياسات انكماشيه، لانه مؤكد انه مع برامج الصحه الاقتصادي بترتفع معدلات التضخم. يمكن الامر الجيد في الاقتصاد المصري ده الحقيقه امر الحقيقه غير مسبوق، انه على الرغم من السياسه الانكماشيه الا انه معدل نمو الاقتصاد الحقيقه كان بيرتفع، وده الحقيقه حدث يعني بفعل الحقيقه امرين هامين للغايه، والحقيقه هذين الامرين كانوا دوما محل انتقاد كبير من كل الدنيا. الامر الاول هو المشروعات القوميه اللي دوما كانت بتبقى مصادر انتقاد، الحقيقه المشروعات القوميه هي اللي ادت على الرغم من السياسه الانكماشيه انه معدل النمو الاقتصادي يرتفع. الامر الثاني هو كان الحقيقه ايضا مصادر نقد كبير هو مسانده القوات المسلحه للاقتصاد المصري، وده الحقيقه ايضا هو اللي دفع معدل النمو الاقتصادي للارتفاع. فالحقيقه خلال او منذ تحييد سعر الصرف حتى الان سياسه البنك المركزي كانت سياسه انكماشيه، هو بدا يتجه لسياسه توسعيه علشان يشجع الاستثمار، ولما يشجع الاستثمار ده معناه ايه؟ معناه انه هنخلق فرص عمل، هنزود حجم الانتاج، لانه انخفاض اسعار الفائده هيقلل من تكلفه التمويل اللي هي جزء من تكاليف اي تكاليف الانتاج في اي سلعه او تقليم كان، وبالتالي ده هيؤدي لمزيد من انخفاض في الاسعار خلال الفترات القادمه. هي الرساله اللي عايز اوجهها سريعا للمواطنين المدخرين اللي كانوا بيحصلوا على 20%، والحقيقه في بعض من الغضب او الغضب موجود في الوقت الحالي. خلينا نوضح المساله ببساطه شديده، انه اسعار الفايده لما كانت مرتفعه كانت اسعار السلع مرتفعه، وبالتالي احنا دلوقتي اسعار الفايده بتنخفض وان شاء الله اسعار السلع هتنخفض. يعني هي المساله ايه؟ احنا بندي فايده كبيره لانه الاسعار عماله تزيد علينا كتير، ففي الوقت الحالي هنبتدي نقلل سعر الفايده اللي بيحصلوا عليه المواطنين والمدخرين لانه الاسعار مرتفعه هتبتدي تنزل خلال الفترات القادمه. هو الحقيقه الناس لم تلمس بعد انخفاض او وصول مستويات الاسعار لما كانت عليه قبل تحييد سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016. كل الحدث من انخفاض في معدل التضخم خلال الاشهر الماضيه هو عدم ارتفاعات جديده، عدم وجود قفزات جديده في الاسعار، لكن الاسعار ما قبل 3 نوفمبر 2016 لم نصل اليها بعد. ولكن اتصور انه مع السياسه التوسعيه اللي انتهجها البنك المركزي، مع ضخ مزيد من التمويل في شرايين الاقتصاد، مع تخفيض الفائده اللي هيؤدي لتخفيض تكاليف الانتاج، ده مؤكد انه هيساعد على انخفاض الاسعار. ان شاء الله نتمنى ان نصل لاسعار السلع والخدمات اللي كنا عليها قبل 3 نوفمبر 2016. أشكرك دكتور هشام، شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. يعني أنا بس هبسط حاجة صغيرة وقالها، إحنا احتاجنا إن إحنا ناخد جزء من الفلوس المتداولة في البلد نحطها في البنك. إزاي؟ بإن البنك أغرى حضراتكم بإنه يخلي سعر الفايدة عالي، فأنت تقول 20% ده كتير قوي لو حطيت الفلوس فيها. ده كله بيعمل كده ليه؟ لما بيسحب السيولة دهيات الفلوس اللي مع حضراتكم دي، الفلوس دي ما بقتش تجري ورا السلع، وبالتالي السلع اسعارها مش بتعلى، مش في طلب عليها عالي، فبالتالي فهو لما لقى انه اسعار السلع ابتدت تثبت شويه او ترتفع بمعدل بسيط قوي، قال لك بس خلاص انا ممكن بقى ارجع الفايده انزلها تحت. واحد يقول لي طب يرجع لي ما اخليها عاليه على طول، لا، ما هو انا لما باجي اقترض من البنك عشان اخد منه فلوس اروح اعمل مصنع ولا شركه اللي هي برضه حضرتك بتستفيد برضو منها فايده عالي، لانها بتنتج سلع والناس بتشتغل فبتقلل البطاله، بضطر ادفع للبنك. هو كان بيديك انت 20%، هو هيديني انا 25%،
صعبه جدا. فالفايده عاليه على الاثنين، على اللي بيروح يحط شهاده او بيستثمر يعني فلوسه في البنك، او اللي رايح يقترض. فاللي رايح يقترض ويلاقي التكلفه عاليه كده بالشكل ده بيقترض عشان يعمل مشروع، مش كده؟ ما يعملوش، فما يعملوش، يقول لك لا ده انا احط فلوسي وهيجي لي عائد منها بالنسبه العاليه دي، وبالتالي انا اوفر على نفسي جهد ومخاطره يعني. فاحنا كده الاقتصاد بيتظبط يعني، خدنا اجراءات استثنائيه لفتره عشان هدف محدد، خلاص حققنا نسبه كبيره من الغرض ده، نرجع بقى طبيعي بس ايه بشكل متدرج. فيعني اطمنوا مفيش حاجه يعني تقلق. دكتور هشام بيقول في ناس غضبانه من موضوع اه ما سمعت بس برضه. بس اللي ليه حاطط فلوسه بفايده معينه مثلا هتفضل كده لغايه لما متفق على سنه او سنتين لغايه لما تنتهي الشهاده يعني. طيب نروح نطلع بره مصر بقى شويه. بره مصر وفي تغريدات كده طبعا مهمه وفي الجون زي ما بيقولوا كده، ويعني الفريق ضحي دم يعني لا هو بيكتبها وهو يعني عارف هو بيقولها، عارف شيطف مين. الفريق ضحي خلفان رئيس شرطه دبي السابق بيقول ايه، قناة الجزيرة القطرية بتشن حملة ضد مصر والسعودية. هو بيرصد بقى الكلام ده، انت من ده كلامه بقى. هو بيرصد بيقول انه بيدوروا، عارفين حضراتكم لو انا قلت لحضراتكم كده واحد جاي مثلا من ايه، من وسط البلد لغاية اكتوبر هنا، وانا قلت له شفت ايه، ممكن يقولك شفت زبالة وناس بتضرب وخناقات. واحد تاني يقول لك شفت الحاجات دي، وشفت معاه والله حاجات بتتبني وكباري جديده مش عارف ايه ومشروعات ايه، فتبقى الصوره متوازنه. دول بقى في يعني قناه الجزيره لا يذكرون مصر بخير، يعني لو حصلت حادثه اتنين مثلا خبطوا بعض يقول لك انها الفتنه ومرسي راجع والسيسي قاتل والانقلاب يترنح. لا ولو حاجه حلوه تتقلب وحشه بقدره ايه او بقدرتهم طبعا كده. يعني فهو الراجل راصد هذه المساله وقال لك دول قاعدين طول النهار يدوروا في سله مهملات الدول المعاديه ليهم، وليه احنا نتشرف ان احنا معادين ليهم بالمناسبه يعني بسبب سلوكهم يعني. مش عشان كده احنا بنكرر دايما احترامنا الشديد للشعب القطري، الناس دي ما ذنبهاش حاجه، انما هذا النظام يفني مواردهم فيما لا يفيد احد يعني غير النظام نفسه ولا حتى الشعب. الشعب دخل في معاداه ما لهاش اي معنى مع شعوب تانية بسبب سوء قرارات القياده بتاعته. انما فكر في مصر، هو مصر عمرها يعني ضرت الشعب القطري او حتى النظام القطري في شيء؟ احنا بنحل مشاكلنا الداخليه بطريقتنا وفقا لمعطياتنا مش معطياتكم. واحنا مش هنكون يعني عايز اقول سامحوني يعني القياده القطريه مش هتكون اكثر حرصا على مصالح الشعب المصري من القياده المصريه بالعقل كده يعني. احنا القياده المصريه احنا اللي اخترناها ومتعايشين معاها وعارفين مميزاتها، ولو في مشاكل متقبلينها على اعتبار ان احنا في مرحله انتقاليه. انما انت متخيل ان انا في مصر هقول والله يا سلام تمين ده بحريص على مصلحة الشعب المصري الشقيق؟ لا، ما فيش حد بيعمل كده. ما عمل كده لازم يكون معاكم عايش عندكم يعني، او عايش هنا وبيفكر بمنطقه. احنا كمصريين لا، احنا يعني مقابلين بالوضع ده وشغالين، والتجربة دي ان شاء الله تكتمل وتنجح ومصر تحلق عكس ما انتوا كنتوا عايزينها تركع وتقع وتمشي وراكم وتجرجروها زي ما انتوا عايزين. وده يوصلنا تمام، ده يوصلنا للسؤال، واحنا بنقول احنا عايزين نشتغل وننمي ونعمر البلد، ومشاكل كتيره كان مسكوت عنها لفترات طويله، فبالتالي الحمل والشغل كتير. فكان سؤالنا لحضراتكم كما يلي، ايه هي المحافظه الاولى باهتمام الرئيس القادم وليه؟ بعض التعليقات كده وصلت لنا سريعا فنقولها كده برضو لغايه لما يجد جديد على راي وزاره الكهرباء. انا ادولي براشيم هنا مش عارف اقرا منها حاجه. طب والنبي اورينتي انت بتحرجني، بس انا برضه مش شايفه اللي على الكلام. طب اي حد يقول لنا ايه اللي يعني مكتوب على الشاشه دي؟ اسكندريه بعيدة. ايوه احنا شايفين كده. اسكندريه اصبحت من اسوء محافظات مصر في جميع الخدمات الصحيه، والاحياء في حاله لا يرثى لها، خليها يرثى لها، والمحافظات شغاله مع الهدم والمخالفات شغاله مع الهدم، والشوارع غير ادميه، حتى الارصفه والزباله في كل مكان، حتى الكورنيش اصبح لا وجود له، واصبح اصحاب المصالح استولوا عليه. يا خساره يا اسكندريه يا اللي كنت ماريه. بس فعلا اسكندريه حاجات كتيره قوي فيها فعلا بص. طيب خلينا طب يعني احنا بنوجه بقى رساله لرئيس يعني الوزراء، وفي عقارات اثريه مباني اثريه تم هدمها، والكورنيش بقى حاجه صعبه جدا. طب ما يروح يزوروا الحاجات دي يعني، انا قصدي يروح السيد وزير التنميه المحليه يروح كده زياره مفاجاه ما يبلغش حد، ياخد كده عربيه عاديه جدا ويتمشى في الشارع ويشوف ايه اللي بيحصل فيها ويبلغ يعني يبلغ الجهات. حلو من التعليقات دي برضو يا معتز يعني يبقى وصل الكلام انه في كل محافظه، ده اهميه سؤالنا وليه. صح. علشان ليه دي تكون قدام المسؤول ومتخذ القرار يعني يعالج المشاكل دي. ادي شكوى على الهواء. عندنا ايه تاني؟ ايه اللي بعدها؟ الجيزه. الهرم. الجيزه يعني الهرم ومريوطيه الجيزه، لان السواح لما بيمروا هيصوروا الزباله والرمله الموجوده في الشوارع والطرق مكسره من 3 سنين ومحدش سائل.
طب انا لا استنى برضو اصل الكلام يعني ده برضو. هو بص خد بالك الاستاذ او الاستاذ سوري مش جالنا مداخله لما كان رئيس مدينه الجيزه موجود معانا واتقال الكلام ده ان في الدائري النازله بتاعه الدائري ورمله وحاجات بايظه وقمامه والكلام ده وده جنب المتحف المصري الكبير لسه هيتعمل فيه يعني. انا متفاهم منطق اللي قال الكلام ده بس انا بقول ايه يعني احنا بنقنع المسؤول المصري بانه لازم ننضف عشان السواح لينا حتى يعني ما يعني عارفه حتى المنطق كده معوج يعني في كده نوع من الدونيه شويه يعني عشان السواح مش عشان طب مش عشان احنا خلاص ايه متعودين على القبح وعايشين في الحاجات دي طب ونبقى عشان السواح لما يجوا ما يضحوناش في حاجه يا معتز ما تاخدش مننا اي مجهود القمامه فين النظافه بس يعني مش محتاجه اي حاجه غير عربيات احنا ممكن نوصل القمر وما نعرفش نشيل الزباله ازاي ما اعرفش مش عارفه في ايه طيب يا رب المنوفيه علشان يا رب المنوفيه بدعي ده دعاء عدنان صلاح بيقول لك عشان محافظه ملهاش اي موارد خالص وكل العماله بتصب في القاهره مع ان دايما العين على المنوفيه والله يعني انتوا محسودين يا عدنان جدا ده دايما لك المنوفيه على فكره انا متعاطف مع المنوفيه بس انا مش هقدر يعني اعلق على البتاع ده عشان انتوا محسودين اصلا فانا مش هتكلم انتوا ادرى بالمشاكل طبعا وبرده يعني محافظ المنوفيه يعني يشتغل عليه مش حاجه في عندنا كمان كل محافظات مصر اللي فيها مشاكل ومشكله نظافه الشوارع ورفع القمامه شفت النظافه عامل رئيسي ازاي مش يعني مش عارف اقول ايه حسام ابو سماحه بيقول لك البلد كلها والله حس انت راجل فاضل بس احنا برضه مش عارف نخدمك في حاجه حدد عشان نعرف نلبي النداء خلاص كده لا استنى في حاجه هنا ورقه ادهاني برشامه كده لا استنى بقى ما فيش لا في سويس لا يا جماعه محمد جوهر بيقول لك السويس ما فيش ولا رئيس جه اهتم بيها السويس مفيش ولا رئيس جه اهتم بيها ولا ركز معاها ولا صرف عليها ولا حتى جه في برنامجه الدعائي الانتخابي بالرغم ان السويس هي الاهم في الجمهوريه وفيها الشارع الاغنى والاغلى في العالم وشكرا والله محمد بص انا ايه علاقتي بالسويس ما عديت عليها كتير بس عمري ما دخلتها بس يعني انا اتمنى يا رب ان هم يهتموا بيها وكويس ان كل حد من يعني الناس اللي تجاوبت معانا قال اسباب يعني ادي كذا كذا فارجو ان احنا نهتم بالمحافظات ديت ويعني عارفه نفسي يعني اللي احنا سميناه اللامركزيه دساتير اتكلمت عنه ودرسناه احنا في الناس بالعلوم الاساسيه دول قاعد يدرسوا اللامركزيه في ماده الاداره المحليه في سنه رابعه والله نقعد ندرسها لسه مفيش حاجه من الحاجات دي بتطبق خالص فيا رب يعني نشوف نهضه حقيقيه في موضوع المحليات ده السنه دي سنه 2018 لما انتخابات المحليات كمان لما تحصل ان شاء الله باذن الله طب هنطلع فاصل نطلع فاصل بس انا هقول لكم حاجه بقى في بعد الفاصل في اخر البرنامج في فقره رائعه عن مبادرة اسمها التعليم أولا متبنياها جمعية أهلية اسمها التعليم أولا الناس دي بتشتغل علشان التعليم عايز أقول لحضراتكم هتشوفوا حاجات دلوقتي ربما تخليكم تقول إيه الله ده الخير جاي ده ابتدوا يحطوا إيديهم على المشكلة وابتدوا يمشوا في طريق الحل ده يعني مش حضراتكم اصبروا معانا شويه وهتلاقيه في الاخر في الجزء الاخير من البرنامج بس كلام مهم تتعاون فيه وزارات مع مجتمع مدني مع شركات قطاع خاص يعني شغل محترم كده تحس انك انت شويه كده خرجت بره الطريقه العاديه بتاعتنا في اداره الامور اللي هي شويه اي حاجه حطها فوق اي حاجه واطلع قول ان احنا انجزنا ده كلام مهم فاصل ونرجع نكمل حلقتنا نرحب بحضراتكم معانا مره ثانيه مشكله خطيره الحقيقه وياما لفتنا النظر والاهتمام ليها والواضح ان في شغل كتير بيحصل في هذا الملف احنا بنستصلح اراضي زراعيه بنعمل صوب ده لانه رقعه الاراضي الزراعيه تقلصت بشكل كبير بفعل فتره الفوضى والانفلات الامني وانعدام الضمير وانعدام الرقابه خلت في كتير للاسف يبوروا الاراضي الزراعيه حالات التعدي على الاراضي الزراعيه غير التبوير طبعا بالبنى
فيعني المساحه تقلصت بشكل كبير زي ما بقول لحضراتكم، وكنا دايما محتارين ومحتاجين رقم رسمي ورقم مدقق. احنا ما بين ايدينا الرقم ده، مش اجتهدنا، لكن ده تقرير رسمي اصدرته يعني الجهه المنوط بيها الشغل في الموضوع ده. بتكلم عن وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي، تقريرها اكد عن اجمالي عدد حالات التعديات على الاراضي الزراعيه من 25 يناير 2011 وحتى 18 فبراير الحالي، وصلنا ل 1,839,000 حالة تعدي على مساحة 81,923 فدة. رقم خطير. عايزين نفهم هيحصل ايه بعد كده، ازالة التعديات بيتم ازاي، هل في حاجات خلاص يعني بقت امر واقع وصعب التعامل معها، هل في مجال للتصالح وتقنين الاوضاع. هنفهم الكلام ده مع دكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة اللي مشرفنا النهاردة. مساء الخير دكتور حامد، نرحب بحضرتك معنا يا فندم. حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا بيك دكتور حامد. الحقيقه مهم ان احنا يكون قدامنا او بين ايدينا رقم حالات التعدي على الاراضي الزراعيه، لان ده هيدينا المساحه نتكلم هنعمل ايه بعد كده، هنشتغل ازاي على هذا الملف. فقول لي حضرتك الاول ازاي قدرنا نوصل لهذا الرقم، وبعد كده نتكلم بقى في الاتي او في القادم ان شاء الله. هو ما فيش شك يعني القضيه اللي حضراتكم بتطرحوها دلوقتي بتعتبر من اخطر القضايا اللي بتواجه كل برامج التنمية الزراعية الحقيقة اللي احنا بنعملها، اللي هي قضية التعدي على الأراضي الزراعية. وإذا كنا زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة الحقيقة جادين في استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي، لكن في نفس الوقت بيتم التعدي على أجود الأراضي الزراعية، ودي قضية خطيرة جدا يجب أن تتصدى لها ليست وزارة الزراعة فقط ولكن كل المؤسسات وكل أجهزة الدولة، لأنها قضية تتعلق بالأمن الغذائي لمصر وأيضا الأمن القومي لهذا الوطن. ما فيش شك أنه زي ما حضرتك ذكرتي في البداية أنه في سنوات الانفلات من 2011 يعني بعد 25 يناير بدأ التعدي على مساحات كبيرة جدا، ويمكن إحنا نلاحظ ده أنه في 2011 و2012 و2013 كان في زيادة في التعدي على الأراضي الزراعية كانت بتتراوح من 12,000 فدان وشوية لأكثر من 15,000 فدان في السنة. في 2014 بدأت تقل الحقيقة المساحات التي تم التعدي عليها، لأن كانت بدأت المؤسسات الحقيقة تكون موجودة وبدأ يبقى فيه يعني إزالة للتعديات، فبدأت تقل هذه التعديات. وفي 2015 أيضا قلت. في 2016 نفس الحكاية. في 2017 في بدايتها بدأت تزيد تاني عندما أثيرت نغمة التصالح على الأراضي أو على حالات التعدي على الأراضي الزراعية. دكتور حامد، أكثر حالات في التعدي فين؟ في أي محافظات؟ هو ما فيش شك أستاذة لبنى في محافظات الوادي، يعني الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، دي المحافظات اللي فيها أكتر حالات من التعدي على الأراضي الزراعية، وطبعا أقل المحافظات محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح. طيب حصل إيه لكن بعد إحنا طبعا تفضل يا دكتور. حصل ان احنا كوزاره زراعه الحقيقه دورنا اللي بنقوم به في مواجهه التعدي على الاراضي الزراعيه ان احنا بنعمل محضر للتعدي، وبيتم رفع هذا المحضر للجهه المحليه للمحافظ لاصدار قرار بالازاله. للاسف الشديد الرقم اللي حضرتك ذكرتيه اللي هو حوالي 81,700 فدان اللي تم التعدي عليهم، الازاله لم تتم الا في حوالي 25,700 فدان فقط، وباقي المساحه لم تتم الازاله فيها ليه؟ اللي هي في حدود 56,000 فدان. ليه يا فندم؟ لانه للاسف الشديد في بعض المعوقات ايضا لعمليه الازاله، انه احيانا بتتضخم عمليه التعدي، يعني عمليه ان احنا بمجرد ما بيحصل تعدي وبنعمل محضر بالمخالفه ويتم رفع هذا المحضر للجهه المحليه ممكن بتاخد بعض الوقت. في أثناء هذه الفترة بيكون التعدي بدل ما هو كان دور بقى دورين بقى ثلاثة، وبقى فيه فعلا سكان. معنى كده بيبقى أمر واقع وبنقنن وضعهم بعد كده يا دكتور حامد ولا إيه؟ لا يا فندم ما فيش تقنين على الإطلاق لهذا الأمر، ما فيش تقنين للتعدي على الأراضي بس الزراعية. هو واضح أمر واقع، أنا مش قادر أغيره. ما هي دي مشكلة بتواجهنا دلوقتي، لكن اعتقد انه لازم هتتم الازالة عاجلا او اجلا، لانه احنا مش معقولة ان احنا نسكت على هذا الامر او نتغاضى عنه.
طب كل الناس سكنت وخلفت بيتكلم على التصالح في المخالفات ده داخل برضه في ملف تعدي على الاراضي الزراعيه ولا ولا مخالفات البنى التركيز عليها؟ لا التعدي على الاراضي الزراعيه هو في كان مجال التصالح يعني التشريع. لا هو طبعا التصالح ده بيتم دراسته في مجلس النواب واحنا برضه بالامانه لازم اقول لحضرتك حاجه انه السيد الوزير في البدايه قال ان احنا بنرفض عمليه التصالح في قضيه التعدي على الاراضي الزراعيه لانها قضيه خطيره جدا تخص مستقبل الاجيال القادمه. لكن مؤخرا صدر القانون رقم 7/2018 بزياده العقوبه في حالات التعدي على الأراضي الزراعية بتغليظ هذه العقوبة اللي هي وصلت من 2 لـ5 سنوات حبس وغرامة. طيب من دكتور حمد سؤال أخير، الأراضي اللي أنا استرددتها أو أزلت اللي تعدي عليها أراضي زراعية اتبورت، هل وارد أو بيحصل ولا صعب أن أنا أرجعها تانية أرض تصلح للزراعة؟ لا في بعض الاراضي يا فندم اللي هي كانت التعدي تعدي جسيم ومباني ومسلحات دي طبعا صعب ان هي ترجع لانه لكن هي ممكن ترجع لو تمت الازاله فعلا. انا برضو عاوز اوضح نقطه لحضرتك مهمه جدا علشان برضو نوضح للراي العام ان اللي بيتم هدمه وليس ازاله يعني. لكن احنا دلوقتي كوزاره زراعه الحقيقه بنقوم بعملية الإزالة في المهد يعني بمجرد المتعدي ما بيشرع فيه عملية التعدي بنقوم بسرعة وبنزيل هذا التعدي وترجع الأرض تزرع مرة تانية على حساب المتعدي. شكرا جزيلا دكتور حمد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، بشكرك يا فندم على وجودك معنا. وفاصل بعد الفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية. فكرة مشروع التعليم أولا إن احنا نرفع كفاءة المدرسين. السؤال بقى هو المدرسين أصلا بيجوا منين؟ المدرسين بيجوا من كلية غالبا يعني كليات التربية. طيب لو احنا تعاوننا مع كليات التربية بحيث إنها لما تخرج مدرسين يبقوا مدرسين بمواصفات مش هقول أحسن ولكن يكونوا أكثر فهما لطبيعه الدور اللي هم هيقوموا بيه لما يتخرجوا ويشتغلوا مدرسين. فالنهارده في تدريب حصل في مبادره او مؤسسه التعليم اولا بيستهدف ان يكون في تعاون ما بين المؤسسه وكليه التربيه بجامعه عين شمس. يسعدني ان تكون معي الاستاذه الدكتوره صفاء عفيفي استاذ علم النفس التربوي بالكليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور، منورانا. الله يخليك، شكرا. عايز اقول لحضرتك سؤال عام وحضرتك جاوبي بالطريقه اللي انت شايفاها صح. لو احنا قلنا التعليم اولا افادت حضراتكم بايه؟ الحقيقة التعليم أولا هي خبرة مثيرة جدا جدا بالنسبة لنا لأن إحنا الخبرات اللي بنمر بيها غالبا بتبقى خبرات أكاديمية صرف خاصة بالتخصصات بتاعتنا. غالبا الجامعة بصفة عامة بتعمل تدريبات للمعيدين ومدرسين مساعدين وحتى المدرسين والأساتذة المساعدين علشان يحصل لهم ترقية الانتقال من وضع لوضع آخر، بيبقى في دورات وتدريبات لازم ياخدوها. نعم. بس التدريبات بتبقى قريبة قوي للنواحي الأكاديمية. الحقيقة تجربتنا مع التعليم أولا اختلفت تماما. تعليم أولا هي اللي أمدتنا الحقيقة بحاجات جديدة خالص ما كانتش يعني في البلين بتاعنا من أساسه. لما جينا نتدرب في التعليم أولا لأنهم أول حاجة يكلمونا عنها مثلا التعلم النشط. التعلم النشط إحنا بندرسه عندنا في الكلية، كل الكلام والمبادئ والحقائق بندرسها، بس الحقيقة إحنا بالفعل مش بنقوم بتطبيقها على المعلم الطالب اللي عندنا اللي هو بيخرج بعد كده معلم. إنما لما جينا هنا شفنا حاجات فعلا بتطبق جميلة جدا بسيطة جدا وسهل انها تطبق داخل الحجر الدراسية يعني. لانهم انتقلوا بينا يعني الحقيقة كأننا في رحلة عمالين نمشي من مكان لمكان لكيفية تدريس اللغة الانجليزية الغير الناطقين بها. وبدأوا يشتغلوا على مهارات ازاي الناس تنطق اللغة، مش بس ان احنا بنذاكر بيها ونتعلم بيها ونترقى بيها ونعمل ابحاثنا بيها، لكن ازاي نمارسها. فكان الحقيقة خبرة رائعة
وانا اول مره الحقيقه بشوف المجتمع المدني، مؤسسه في المجتمع المدني هي اللي بتمد ايديها للجامعه علشان تديها سكيلز فعلا مش موجوده داخل الجامعه حقيقي. لو قلنا انه التجربه دي لازم تتكرر ولا حضرتك تقولي او تتكرر ولا ما تتكررش؟ ده لازم تتكرر يعني احنا هنمسك فيها بشده يعني علشان تتكرر مرات كتيره جدا، لان يعني احنا العدد اللي اتدرب يعني حاجه وعشرين واحد بس، فلو سالت حضرتك كل واحد فيهم اقول لك لا انا عايز اجي رغم ان هو مقتطع من وقته ومن اجازته، ولكن عايز لانه اضافت له التجربه، فطبعا لازم تتكرر ان شاء الله. شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا. اشكرك. واستكمالا لرحله التعرف على ايه اللي حصل وايه الدور اللي بتقوم به مؤسسه التعليم اولا في انها تساعد القائمين على العمليات التعليميه ان الامور تبقى احسن، يسعدني ان يكون معي الاستاذ الدكتور هاني يوسف، استاذ مساعد التربيه في كليه التربيه بجامعه عين شمس. منورني يا فندم. اهلا وسهلا. دكتور هاني، لو انا قلت حضرتك قعدت كام يوم او التجربه بتاعتهم كانت كام يوم في مؤسسه التعليم اولا؟ كانت حوالي اسبوع. اسبوع تمام. ايه اللي حصل في الاسبوع ده؟ لا، هو اللي حصل حاجات مختلفة كتير عن اللي احنا متعودين عليه. يعني انا يمكن هنا في الكلية عندي، انا بالاضافة للتخصص الاكاديمي بتاعي انا مدير وحدة الاي تي في نفس الكلية. واحد مدربي مركز تنمية قدرات اعضائي التدريس في الجامعة. فانا بدرب بالفعل. فانا ببقى شغوف دايما ان هو لما بيبقى في اي تدريب التحق بيه. لما جيت التحقت بالتدريب هنا، لا التكنيك مختلف تماما. الناس عندهم باشن عالية جدا. البروفيشنال في التريننج. فبيعتمد دايما ان هو اللي بيدرب دوت يبقى حابب الموضوع، بحيث ان هو يخلي اللي قدامه المتدرب اللي قدامه يقتنع باللي هو بيقول عليه وبيمارسه، يبقى عنده نفس الدفاعيه اللي عند الترينر ان هو يبدا يطبقه. فالاتيتيود بتاعهم كان مختلف تماما. فخلى الواحد لا كان معجب جدا جدا بالترينر. هل ده هينعكس في طريقه تدريس حضرتك للطلبه المدرسين اللي هم لاحقا هيبقوا المدرسين؟ اكيد طبعا. لكن الهدف الرئيسي اللي الكليه كانت متبنيه انها تعمل لنا تريننج عشان الخطوه حضرتك بتقول عليها. احنا بنخرج دلوقتي المدرسين دولت طبعا يمكن الكفاءه بتاعتهم مش هي المطلوبه في سوق العمل. احنا بنحاول دايما ان احنا نزود المهاره بتاعتهم نخليهم مواكبين لسوق العمل، فكان لازم كانت التجربه ديت مهمه جدا 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 ان احنا نقل لهم خبره سوق العمل، نخليهم يكتسبوا السكيلز اللي فعلا سوق العمل محتاجها. فالتريننج فعلا فعلا هيأثر، هيبقى في اختلاف جامد في تأهيل الطلاب. هل الافضل انه مؤسسه التعليم اولا تكمل مع نفس المجموعه كانه جزء تاني وثالث ورابع من التدريب، ولا انه تخلي الجزء الاول ده مع ناس كتيره متنوعه؟ هو الشقين مطلوبين. يعني انا عندي المجموعه اللي اتدربت، فكره التدريب لازم تبقى موجوده بصوره مستمره. فان انا انهي تدريب مع مجموعه، انا هبقى محتاج في المستقبل ان انا اقدمه حاجات مور ادفانسد عشان يفضلوا بمستواهم بل يزيد باستمرار. لكن ده ما يمنعش طبعا لازم ان انا ازود القاعده، ان انا ادرب مجموعات جديده، بحيث ان كل ما اكبر القاعده كل ما كان دوت هيبقى افضل عشان اقدر افيد اكبر كم من الطلاب. واحنا يمكن في كليه التربيه الاداره بتاعت الكليه مهتمه جدا ان المجموعه اللي اتدربت ديت ما تكتفيش بان هي اتدربت، لا ده الاداره يعني مخططه ان احنا نبقى ترينرز لغيرنا من اعضاء التدريس زمايلنا اللي موجودين في الكليه عشان ننقلهم الخبره اللي احنا اخدناها، بحيث ان القاعده تزيد. ده رائع. ده بالاضافه طبعا لدور المؤسسه في انها تاخد جروبز جديده. تمام. خليني اشكرك يا دكتور هاني، شكرا جزيلا. سعدت جدا، وان شاء الله نشوف ده يعني خير ينتقل من جيل لجيل ونشوف مدرسين بتوعنا ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور هاني، شكرا جزيلا. الف شكر. التقينا قبل من كده مع فريق عمل مؤسسة التعليم أولا، شفنا بيعملوا أنشطة كتيرة جدا جدا هدفها في الآخر إنها تشتغل على المدرس، خلي المدرس عامل زي الأرض كده، ممكن يطرح فدان مش عارف كام اردب في الفدان وممكن تضربه في 10 فيطرح أكتر بكتير، نفس الكلام نفس الإنسان لو تم إعداده بطريقة مختلفة اكتسب مهارات تانية يقدر في الآخر إنه المنتج يكون مختلف للغاية. فمؤسسة التعليم أولا ما بتعملش حاجة تقريبا غير إنها بتشتغل في التعليم وإزاي ترتقي بالمعلم المصري اللي هو في النهاية بينعكس على الطالب المصري ابن حضرتك وابنت حضرتك. معي أستاذة الدكتورة
سلمى البكري رئيسة الشرفية للمؤسسة، وهي اللي أسستها وتبرعت بجزء الأكبر من فلوسها، يعني عملت حاجات كتير قوي، فبأنها موجودة النهاردة بقى، فمعرفت إن في أنشطة كتير، فأنا هرحب بيها وهقول لها إزي حاجة يا فندم. أهلا وسهلا دكتور معتز، منورانا. الله يخليك. طيب دكتور خليني أقول، أنا جيت هنا ولقيت في حاجات كتير قوي بتحصل، حضرتك قول لي كده بالترتيب الأول عناوين وبعدين نمسكهم حاجة حاجة نفهم إيه اللي جوه. إيه أو إيه الثلاث حاجات أربع حاجات اللي بيحصلوا النهاردة؟ الحقيقه النهارده في ثلاث حاجات بتحصل في وقت واحد. نعم. الحاجه الاولانيه ان احنا بنحتفل في اخر يوم لمنحه المتفوقين، وانا هشرح منحه المتفوقين لطلاب المدارس التجريبيه. الحاجه الثانيه اللي بتحصل ان احنا بندرب بعض المعيدين والمدرسين المساعدين في كليه التربيه جامعه عين شمس، لان ده الاصل. الحاجة الثالثة ان احنا بدأنا مشروع المية، وهو عبارة عن ان احنا بنختار 100 خريج فريش جراجويت لسه متخرجين سنة رابعة دلوقتي، عشان نعدهم لسوق العمل في المدارس الخاصة والدولية في مصر. رائع. طب نبدأ بالموضوع بتاع المتفوقين منحة المتفوقين. في الحقيقة منحة المتفوقين دي جزء من مشروع مؤسسة التعليم أولا، إن إحنا كنا عايزين، إحنا في الآخر هدفنا إن أنا أوصل للطالب، يا إما أوصل للطالب عن طريق المدرس، يا إما أوصل للطالب داركتلي عن طريق الطالب نفسه. فأخذنا الخمسة الأوائل من كل محافظة، الخمسة الأوائل في الإعدادية من شهادة الإعدادية في المدارس التجريبية في مصر. المدارس التجريبية عددها 721 مدرسة متوزعين على 27 محافظة. فجينا قلنا لوزارة التربية والتعليم مين الخمسة الأوائل على كل محافظة، وتعالي نجمعهم اللي هم 27 محافظة في خمس طلاب، ونعمل لهم كامب في أجازة نص السنة، ونقسم لكذا حاجة، جزء منه soft skills، مهارات الشخصية، مهارات شخصية زي ايه؟ يعني ازاي ياخدوا قرار، ازاي يعملوا تيم ورك، ازاي يبقوا ديسيجن ميكرز، تاخذوا قرارات. طيب بالظبط كل ما يخص الشخص، قيم معينة، يعني ايه values، يعني ايه business ethics، يعني ايه ابقى صادق، يعني ايه ابقى ملتزم، ملتزم انضبط في مواعيدي. وده فعلا جزء كبير جدا. لو جيت سألتهم ايه اكتر حاجة اتعلمتوها هيقولوا لك احترام الوقت. لما نيجي نقول هنبتدي 8 الصبح، 8 الا 5 بنكون بنبتدي، لما نقول هنخلص 6 بنخلص 6. فده الجزء اللي متعلق بمنحة المتفوقين. في الحقيقة بيجوا من محافظات مصر المختلفة، من 27 محافظة، وبنبتدي نعد لهم اربع شركات اتفقت، يعني اشتركت مع التعليم اولا او شركاء التعليم اولا في منحة المتفوقين. واحد، الجزء اللي يخص السوفت سكيلز والكاباسيتي بيلدينج وبناء الشخصيه والايجابيه البوزيتيف فايبس، كويست اكتيف، قاموا بالدور ده مع الاولاد لفتره طويله جدا، اخذوهم كامب ومنعزل وشغلوهم مع بعض. كم يوم الكامب ده؟ 15 يوم. 15 يوم البرنامج في اجازه نص السنه 15 يوم، جزء الاكبر منها الكويست اكتيف اللي هي الكاباسيتي بيلدينج. الجزء الثاني يخص انه فودافون فاونديشن لتنمية المجتمع جابت احدث لابتوب لكل طالب من الطلاب المتفوقين اللي هم الخواص. بالظبط كده، 150 جهاز. بالظبط كده، تمام. وبعدين جت شركة مايكروسوفت قالت انا هكمل ده، انا هحط البرامج وهعمل التدريب وهمرن الولاد دي على the latest programs اللي نزلت، علشان الولاد دي تتعلم through the latest technology. فشفت تضافر المجهود بيبقى شكله ايه؟ ده اسمه بنكمل بعض. ده اربعة خمسة مدرسة على الشركات المختلفة قدرت ان هي تجمع كل واحد شاطر في ايه، وقدرنا نعمل البرنامج ده ونتائجه جبارة يا جماعة. في 15 يوم قدرنا نعمل paradigm shift في حياته، في فكر المايند سيت شيفت في فكر الاولاد دي. لا انا شفت ان هم داخلين ما شاء الله كده، يعني عارفين بزهو وبفرحه وبهجه، كانه يعني بقالهم 15 يوم بيعيدوا اكتشاف العالم، بيعيدوا اكتشاف انفسهم. وانا شفتهم كمان في المسرحيه، لا ده اداء رائع جدا، وعرفت ان اصلا المسرحيه دي كانت اربع ايام تدريب بس، فيعني احنا بنتكلم عن معجزه شبه حصلت في ال 15 يوم دول. فعلا انت حضرتك قلت هم بيعيدوا يكتشفوا نفسهم، بيبتدوا يشوفوا هم عندهم قدرات شكلها ايه، وبتظهر في الغنى. كلهم اشتركوا في المسرحيه، يا
باك ستيج، يا إضاءة، يا صوت، يا في اللبس، يا في الغنى، يا في الرقص، يا في التمثيل. والفكرة بسيطة، وفعلا اللي كان بيتعمل في أي مدرسة في 3 أشهر من تدريب ومن اختيارات ومن أوديشنز ومن ريهرسلز تم في 4 أيام بالضبط، لأن هي الملحة كلها 15 يوم. فلما بندربهم على الكاباسيتي بيلدينج مع كويست أكتف في فترة، وبعدين المايكروسوفت واللابتوب في فترة تانية، وبعدين نقدر نعمل مسرحية نختم بيها. هو كأنه المسرحية هنا لها وظيفة تربوية، فكرة العمل الجماعي والانضباط والالتزام، وأنه يطلعوا أفضل ما عندهم خلال فترة قريبة يعني، والعمل تحت ضغط يعني. أنت برضو كأنكم بتجربوا، مش بجربوا، بتخليهم يمارسوا كل تعلمهم في 15 يوم بالظبط كده. كل حاجة بتطلع في 15 يوم دي يعني، وكل ممكن يحصلوا. اللي أنا عايزة أوصل هنا في رسالة مهمة قوي، إن لو إحنا عملنا ده في 15 يوم فلك أن تتخيل لو ده ممكن يتعمل في 15 أسبوع أو على 15 سنة أو على 15 يوم في السنة كلها. نقدر ناخد مجموعات مجموعات أيا كانت شكل المجموعات، يعني إحنا على قد إحنا مدرسة، إحنا على قد الكاباسيتي بتاعتنا بتفهم في داون. فلو 15 يوم عملوا المايند سيت شيفت ده، وعملوا الترانسفورميشن في أعداد الطلبة دي في برنامج ممكن يتعمل ويتطبق على مستوى الجمهورية، لا احنا بجد نشوف نتائج عجب، لان الاولاد دي حاجة تشرف. لا وكنز، هو عايز اقول لك الاولاد الامور برضو يعني، قابلت مع بعضهم كده مقابلات سريعة، لا هم يعني مبهورين، هم كمان يقول لك ولادنا مختلفين، مش هم دول اللي كنا متعودين عليهم. حضرتك قلتيلي من ضمن الكلام انه المنطقة اللي حصلت فيها الحادثة الشنيعة بتاعت بير العبد، حضرتكم برضو قصدتم ان انتم تجيبوا منها طلبة علشان يكونوا موجودين معاكم، صح؟ مظبوط. ايه بقى الفكرة؟ الفكرة ان احنا يعني هي في الاخر ده احنا عايزين نقول ان مصر بلد جميلة قوي، والشباب اللي فيها مستقبل البلد دي، واللي احنا شفناه طالع من الشباب ده يخلينا بيزيد ثقتنا ان الامل لا حدود له، وانه البلد دي on track وماشية كويس. فاحنا لما اخترنا الخمسة الاوائل من كل محافظة، وجالنا الخمسة الاوائل من المدارس التجريبية في شمال سيناء، وكانت لسه وقت الاختيارات حصلت الحادثة بتاعت بير العبد، فاتصلنا بالادارة التعليمية لشمال سيناء وقلنا لهم هاتوا لنا من بير العبد برضو خمسة طلاب من اللي موجودين في المحافظة، مش شرط يكونوا من ضمن الكاتيجوري اللي احنا شغالين فيه، لكن احنا كنا عايزينهم يخشوا وينبسطوا وينتفعوا ويحسوا ان هم ان احنا بلد واحدة، وان احنا مع بعض، وان احنا حاسين ببعض، وان احنا بنحب بعض. رائع. طب ايه المشروع التاني؟ المشروع التاني بيخص كلية التربية في جامعة عين شمس. احنا ابتدينا كبايلوت كلية التربية جامعة عين شمس، ان احنا فكرتك يا دكتور معتز على مدى الثلاث اربع سنين اللي احنا كنا شغالين ما فيهم تعليم اولا، كنت دايما تقولي التعليم اولا بيمرن بيدرب مدرسين وبيدرب educational leaders وبيدرب نظار، طيب ليه ما توصلوش للاصل، ليه ما بتاخدوش في السورس، ليه ما تروحوش كلية التربية اللي بتخرج المدرسين وبتخرج مديرين المدارس وبتخرج وكلاء المدارس. فابتدت الفكرة ان احنا قلنا طب احنا عايزين نخبط على بيبان كلية التربية. ابتدينا بكلية التربية جامعة عين شمس، وقدرنا ناخد منهم مجموعة من 30 معيد ومدرس مساعد ان هم ياخدوا سيرتيفيكيشن او عدد ساعات معينة على طرق تدريس مختلفة، على teaching English for speakers of other languages، على يعني ايه differentiation في الفصل، يعني فرق بين الطالب يتعامل مع كل طالب وفقا لاحتياجاته ومهاراته بالضبط، classroom management، ادارة الفصل، ادارة and so on. فده كان في الحقيقة برضو حاجة من اللي احنا برضو لما شفنا نوعية المعيدين ومدرسين وشغفهم في اللي بيعملوه وحبهم للي بيعملوه، ده لما يوصل للخريج اللي هو هيبقى مدرس المستقبل، يبقى احنا عدينا الكوادر دي صح، بنعد الكوادر صح. حضرتك لو في 2 مليون او 1.8 مليون بيشتغل في وزارة التربية والتعليم، وفي 20 مليون مدرس، احنا نعرف نوصل لده عن طريق 1.8 مليون، عن طريق المنح اللي بنعملها للطلاب المتفوقين، عن طريق تضافر المجهود، كلها انتجريتد. بس احنا بنوصل للاصل اللي هو كلية التربية او الكليات الاخرى، ونوصل للمدرس ومدير المدرسة ووكيل المدرسة، بنعدهم لاحدث
حضرتك ناوية تنتقلي بفكرة إعداد أو عمل نقول كورسات أو يعني تدريب خاص للمدرسين؟ وأنا شفت أساتذة كمان، يعني شفت حد أستاذ دكتور في كلية التربية من جامعة عين شمس، عايز أقول إن هم كمان وابسطين يعني برضو غريب، مش مثلا بس المعيدين والمدرسين المساعدين، لا الكبار كمان اللي بقالهم فترة في عالم التدريس الجامعي كمان مبسوطين. هل حضراتكم هتنتقلوا إلى جامعات أخرى، يعني قصدي كليات التربية في جامعات أخرى؟ أيوة إحنا ده بايلوت، ده لسه إحنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بنجربه. بشكل المميزات ولما التجربة نجحت وعرفنا إحنا نقدر نفتح الطريق إزاي، لا طبعا ده أنا مش بس هخش في كليات التربية، لا لأن سوق المدارس الدولية وسوق المدارس الخاصة ما بياخدش بس خريج كلية التربية، أنا باخد خريج صيدلة واخد خريج هندسة واخد خريج أداب إنجليزي واخد خريج الكليات المختلفة، وأنا بقعدهم عشان المدرسين عشان يبقوا مدرسين. تمام. فده اللي احنا بنعمله في مشروع ثالث بقى اللي هو الثالث. أيوة. حاجة اللي احنا كلهم مرتبطين ببعض طبعا حياتي. كلها بتبني القدرات المدرسين على ان هم يكونوا ناجحين شطار ويخلوا أولادنا أحسن. بالضبط كده. هو بقى المشروع الثالث مرتبط بانت بتقولي كلية التربية بس. انا بقولك لا، في حاجة بقى الحاجة الثالثة اسمها مشروع المية. ايوة. ان انا بروح اخد the fresh graduate اللي لسه بسنة رابعة هيتخرجوا جون السنة دي، يونيو السنة دي يتخرجوا. فافتح الباب واقول لهم تعالوا احنا هندربكم شهر جون، هما بيخلصوا وجولاي واغسطس شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 المدارس الدوليه والخاصه بتبتدي 1/9. اكون انا اديت لكم 3 اشهر احطكم في الفصل لمده في الفصل مع مدرس اكسبيرينس لمده سنه واجيب لكم عقد تشتغلوا لان انا قعدتكم 3 اشهر ثيوري وسنه as an assistant teacher or the co-teacher. حضرتك علمت يعني حصل تدريب لمدة 3 شهور. صح. وبعدين الناس دي راحت اشتغلت عملي تحت اشراف مدرس بجد، مدرس شاطر يعني يبقى بالنسبة لهم مثال يحتذى بيه لمدة سنة. صح. فانت بالثلاثة وال يعني 15 شهر دول على بعضهم كده يؤهلوك انك انت تروح تدرس في احسن مدرسة في مصر. بالضبط. صح كده؟ بالضبط. طب فكرة ممتازة برضو. وعليها اقبال وسوق العمل طالب. احنا النهاردة كمدارس دولية وكمدارس خاصة كنا بنجيب المدرسين من بره. دلوقتي بعد تعويم الجنيه لا انا اقدر اعد المدرس المصري يبقى اقوى واحسن من المدرس اللي بنجيبه برا، لانه لغته احنا بندربه عشان نحسن اللغه. تكنولوجي انا بديله كل السبل والسورسز والريسورسز انه يقدر يستخدمه، وبدخله لمده سنه مع مدرس اكسبيرينس لمده اوبزرف، خش شوف زي النائب في كليه الطب بيفضل تحت ايد دكتور لغايه لما يبقى دكتور. صح. انا بقى بجيب الخريج الجديد ده اللي عايز يبقى مدرس واحطه لمده سنه في الفصل واقول له there you go بقيت مدرس اهو. طب دلوقتي دكتور لو حد حب يتواصل مع حضراتكم شايف في نفسه ان هو عايز يتعلم في البرامج ده، هي يدخل على الفيسبوك يكتب مثلا التعليم اولا او كده؟ بالظبط. احنا في حاجتين. رقم واحد احنا بنروح كفريق، مش يعني مش انا، احنا كفريق التعليم اولا بيروح يزور الكليات المختلفه دي. هنروح كليه العلوم، هنروح كليه الهندسه، هنروح صيدله، هنروح اداب، هنروح الالسن، هنروح كل الكليات دي. احنا بنعمل لقاء عام مع طلاب سنه رابعه وبنفتح لهم الباب وبنقول لهم هنخش وناخد من كل كليه مجموعه هنعدها بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها. فرقم واحد إحنا اللي بنروح لهم، بعدين نمرة اتنين إحنا بقى بنفتح الباب عن طريق الابليكيشن، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الويب سايت، عن طريق الناس اللي هتقدم بشكل حضرتك. طيب لو أنا قلت أنه يعني إحنا عايزين نشكركم والله على المجهود اللي بتبذلوه وفكرة أنه أنا يبقى عندي طلاب أوائل وانقلهم من ان هو شاطر بس على مستوى الدراسه ويعني الحاجات ديت، طبعا جزء شطاره فكر وشطاره تفكير وذكاء ودراسه وكلام زي كده، لكن انتوا كمان بتخلقوا منهم انسان. في الطلبه اللي بيتكرموا النهارده لا حاسس ان هم يعني كده عارف منورين كده عارفين فخورين بنفسهم وحاسين ان هم لا يعني فتحت لهم طاقه نور ما كانتش باين لهم. انا فعلا قبل ما اختم بس عايزه اقول حاجتين. اتفضلي. هقول رقم واحد ان الانسان المصري لما بيتحط اون تراك ولما بياخد التدريب الصح ولما بياخد القيم الاساس الفاونديشن بجد بيبدع. يعني لما المصريين بيسافروا بره وبيتعلموا بره وبيشتغلوا بره they shine. بينوروا. بالضبط. فلما انا انقل الانفايرمنت دي وانقل البيئه اللي خليته ينور بره انقله في مصر واخليه ينور في بلده سواء على مستوى المدرس او على مستوى الطالب يبقى احنا نجحنا واحنا نقدر نعمل ده وبامكانيات بسيطه عمر ما كانت الفلوس عائق.
كلها إدارة. إحنا ما فيش فلوس كتير مصروفة في البرنامج ده، على قد ما في إدارة قوية جدا، على قد ما في بشر بيشتغلوا ليل مع نهار، على قد ما في ناس شايفة وعندها رؤية at the end of the road هنوصل لإيه، شكل إيه؟ الطالب إيه، شكل المدرس إيه، البرنامج شكله إيه. في أمل وحب كبير جدا في البلد دي، ومصر هتبقى كويسة بالناس اللي فيها. دكتور مشكورك، thank you، وبوجه الشكر لحضرتك والأسرة آل بكري كلكم على بعضهم كده، انتوا ناس افاضل وبتحبوا البلد بجد، وبشوف حاجات كتيره، وبشكر كل الناس بتعاون مع حضرتك والمؤسسات، وزاره التربيه والتعليم كمان بتلعب دور كبير في المساله ديت، فانا بشكركم، ويا رب دايما تكونوا طليعه الخير في هذه البلد. شكرا يا دكتور. شكرا. اعزائي المشاهدين، هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. تصبحوا على خير.